الثانويون ينتظرون. آتي. بما تأمر؟ أعمل؟ ماذا؟ سأبني. استعدوا. كما تشاء. بما تأمر. مستعد. أبني. شوية. القرويون مستعدون. ما الأوامر؟ كما تشاء. أمرو شيد. ماذا؟ سأبني. بما تأمر؟ الحطب. أمرو تأمر. أمرك؟ فارس. بكل تأكيد. مستعد. أمرك. أمرك. أجمع الفاكهة مستعدة. ماذا؟ أمرك.
مستعد. أعمل بما تأمر. أنصتوا. أصدر. حسنا. أمرك. ماذا؟ ماذا؟ هنا أوامر. مستعد. أنا أتحرك. أمرك. سأبني. مستعدة. أمرك. أعمل. بما تأمر. مستعد. ماذا؟ تم الأمر. تم الأمر. أمرك. مستعد. أعمل. أمرك. سأذهب. تم الأمر. كما تريد. واصل العمل. ماذا؟ أنتم مشدود. أعدوا أنفسكم. نعم بالطبع. لدي مهمة. تم جيدا. ما حاجتك؟ أوامرك يا سيدي. سأنفذ. أعبر راكبا. جاهزون للعمل. سأبدأ العمل. لدي مهمة. سيتم تشييد ذلك. أنا فرح. وصل الكشافة. سأركب. ما حاجتك؟ يعجبني ذلك. أجل. مرحبا. سأبني هذا. جاهزة للعمل. أجل. مرحبا. أنا لدي مهمة. لدي مهمة؟ ما حاجتك؟ ما حاجتك؟ سأبني هذا. أجل. مرحبا. أصغ. أنا فارغ. هل تريد أن ألتقط الحطب؟ أجل. مرحبا. ما حاجتك؟ جيدا جيدا.
الميليشيا. ما هي الأوامر؟ أسرعوا. ما حاجته؟ جاهز للعمل. أصبر. تمام يا شاهد. سأبدأ العمل. لدي مهمة. سأبني هذا. الفارس مستعد. أتحرك الآن. الآن إلى تأدية الوقت سأفعل. ارفعوا الرماح أيها الرماحون. سيروا. الرماح جاهز للعمل. سأبني هذا. ما حاجتك؟ سيأتي موتا. لدي مهمة. سأبدأ العمل. الرماح. أما جيدا. يعجبني ذلك. جاهزة للعمل. مرحبا. أصل لدي مهمة. ما حاجتك؟ ما حاجتك؟ سأحصل على اللحم الآن. يعجبني ذلك. تم جيدا. أجل. مرحبا. انتبهوا إلى ما تفعلون. ما حاجتك؟ سأبدأ العمل. لدي مهمة. سأبني هذا. بوسعي أن أفعل هذا اليوم. اتحركوا كما أمر. على استعداد لبعض العمل.
حسنا، ما المطلوب؟ سأبني ذلك لأجلك سيدي. سأنهي بناء ذلك عما قريب. سأبني ذلك الآن. سأنهي بناء ذلك عما قريب. حان وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ بناء مشيد جيدا. سأبني ذلك لأجلك سيدي. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. نحن نتلقى الأوامر. بذلت مجد. تحركوا، الرماح ليست ثقيلة. الكش، امضي إلى الأمام راكبا. لقد عثرت على الأعداء. سأفعل ذلك. بذلت مجهودا جيدا. دم البناء. انتبهوا جميعا. حان وقت العمل. أصغوا جميعاً. حان وقت التحرك جميعاً. على استعداد لبعض العمل. الكثير من اللحم لإيجاده. انتبهوا جميعاً. أصطاد لتحضير مائدة الطعام. حسناً، ماذا لديك لأفعل؟ على استعداد لبعض. أصغوا جميعا. تحركوا جميعا. سأنهي بناء ذلك عما قريب. أيها الرماحون، أيها الرماحون، أضبط يا الوضع سيء. نتعرض للقصف كما تأمر سيد. تشجعوا وتصرفوا مثل الجنود يا رجال. استعدوا أيها المحاربون. قفوا على أقدامكم. تحركوا. حان وقت العمل. مستعدون للعمل أيها القرويون. قفوا أيها الرماحون. انتبهوا أيها الجنود. أنا سأتبع الأوامر. نحن نتعرض للإطلاق. تشجعوا أيها الرماحون. حركوا. حان وقت العمل. التعديل هو حياتي. Thank you.
أنا جاهز لتنفيذ الأوامر. ينبغي على استعداد لبعض العمل. سأنهي بلا أذن. حسنا، ما المطلوب؟ ما هي أوامرك؟ ما الذي تتمناه؟ الله يرشد خطواتي. أنا جاهز لتنفيذ الأوامر. وليس صادرا منا. انصتوا يا لم يضر المشي احدا بتاتا. القضايا قادمه. انتبهوا جميعا، نتعرض للهجوم، يطلقون علينا. جميع الفرسان مستعدون. ارقاماتنا. انتبهوا جيد. مستعد للتبادل التجاري. ما الذي تتمناه؟ الطريق أمامنا. لا، نحن تحت الكار. شرطة، هلا سنطيع أوامرك. جهزوا أنفسكم أيها الأحرار. أمرك سيدي، سأفعل. سوف. حان وقت العمل. تم الإناء. اعتبر الأمر منتهيا. سأنهي بناء ذلك عما قريب. ما أوامرك؟ الفضيلة ترشد. أنا جاهز لتنفيذ الأوامر. ما الذي تتمناه؟ ذاهب كما أمرت. أعطني الأوامر. سيحدث ذلك. جاهز. الفضيلة ترشد خطواتي. حان وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ ماذا لديك لأفعل؟ على استعداد لبعض العمل. حان وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ بذلت مجهودا. حسنا، ما المطلوب؟ ينبغي. سأبني ذلك الآن. نحن نترك القاس. الكشافة مستعد. راكب كما أمر. انتبهوا أيها الجنود، أنا سأتبع الأوامر. نسير باسم الله. بكل تأكيد. طاعة من يأمر. سوف أضع أوامرك. سوف تسير قدماي. أوامرك. أعطني أمرك. أنا متجه. سأنفذ. أنا متعطش. صمتا أيها الجنود وانتبهوا. Oh!
جاءت الأوامر التحرك يا رجال. ندافع ضد هجوم العدو. جهزوا أنفسكم يا إخواني، سوف أضع أوامرك قيد التنفيذ. أيها الكرويون، أنا سأتبع أوامرك. طاعة من يأمر بالفضيلة نعمة، سأنفذ على الفور. سوف تسير قدماي حيث تريد يا سيدي. صدر الأمر. إلى الأمام، لا تختبئوا في القلب. أنصتوا، الأوامر قادمة. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. صار أحرص على تشييده شيء. أمره، أنا مستعد لتلقي التعليمات. مبنى لتشييده، إنه عمل جيد. سأشيدها. ما حاجتك إلي؟ أشيد ما. جهزوا أنفسكم يا إخواني. ترتاح قلوب الأشعار. استعدوا للأوامر يا رجال. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. طلباتك أوامر يا رجال. على استعداد للمهمة. انتباه، الأوامر قادمة. أحب العمل في الجهود. لن ترتاح قلوب الأشراف. سأحرص على تشغيله جيدا. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأشيد هذا البناء. لقد انهال علينا الموت. فجروا نظراءكم يا أمرك، أنا مستعدة لتلقي. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. سأفعل. مبنى لتشييده. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. سأفعل. أوقفوا، أي سأفعل ذلك الأمر. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. مبنى لتشييده. سأحرص على تشييده جيدا. الأعداء قادمون إلينا. نضربهم بيد من حديد. الآن يا رجال، انتبهوا. أنصتوا جميعاً، سنتلقى. أنصتوا إلى الآن، أعرف واجبي. كما تشاء. انتباه، الأوامر قادمة. لدينا وجهة نقصدها، فلنتحرك. كما تشاء. تحركوا
لا وقت للعمل. سنحظى بأوامر. إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. تحركوا وفكروا في الغنيمة. أشيد ما أفعل. رجال، صدر الأمر. كما تشاء. أرحب بصحبتنا. أنصتوا، سأفعل هذا الآن. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. لدينا إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. أمرك. صدر الأمر. تحركوا وفكروا في الغنيمة. اطيعوا وقودوا إلى الأمام. الطاعة شرف لي. أرحب بصحبتنا يا رجال. انتبه، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييده جيدا. يفيض بالحماسة. نتعرض لخصم العدو. سنحظى بأوامر يا رجال. أرحب بصحبتك يا رجال. انصتوا إلى الأوامر يا رجال. جيداً.
على استعداد للمهمة التالية. نظرا لتشييد، سأشيد هذا البناء. الآن يا رجال، خدمتك شرف لي. نتعرض لقصف العدو. لدينا أوامر قادمة. أنصتوا إلى الأوامر، صدر الأمر. الآن يا رجال، انتبه، أنا أطيع أوامرك بالحرب. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. نحن نتعرض للقصف. أنا مستعدة لتلقي التعليمات. على استعداد للقصف التالية. اطيعوا امرك. قضيتنا تستحق العناء ايها الفرسان. نحن الفرسان مستعدون للقصف العدو. ارحبوا بصحبتنا يا رجال. لتلقي التعليمات. لا يمكننا احتمال القصف. الأوامر يا رجال، الطاعة شرف لي. أرسلني إلى أي معركة تريد. أرسلني. سنحظى بأوامر. إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. أوامر جديدة، نحن نغادر المكان. أين يجب أن أرمي السهم؟ ذاهب إلى موضع إطلاق جديد. لدينا أوامر قادمة، خدمتك شرف لي. الآن يا رجال، انتبهوا، أنا أطيع أوامرك بالحرف. لدينا أوامر قادمة. نتعرض للإطلاق. صدر الأمر. أطيعوا وقودوا إلى الأمام. الفرسان حركوا وفكروا. أنصت، صدر الأمر. الآن يا رجال، أرحب بصحبتنا يا رجال. صمتا أيها الجنود، أركب كما أمر. نتعرض لقصف العدو. أصابتنا ضرباتهم. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. أما لتشييده. نيران العدو تنهار. أتحرك تحت إمرتك. سأشيد هذا البناء.
على ما حاجتك إلي؟ لن ترتاح قلوب. انتباه، الأوامر قادمة، سأشيد هذا البناء. ما حاجتك إلي؟ على استعداد للمهمة التالية. أنا متعطش لحوض القتال، وجهني نحو أي هدف. أنا مستعد لسماع الأوامر. أنا جاهز. أرسلني إلى أي معركة أوامر من أجلي. لا يمكننا احتمال القصف. لن ترتاح قلوب الأشرار. لن ترتاح قلوب الأشرار. ما حاجتك إلي؟ أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. ماذا لتشيله؟ الآن يتحرك وفكر في التسليمة. على استعداد لمهمة التالية. لن تتاح قلوب الأشرار.
على استعداد للمهمة التالية. الأوامر قادمة. لن أتوقف حتى هي كما. لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعاً. سنتلقى الأوامر. مبنى لتشييده. أضرب. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. إلى الأمام. لا تختبئوا في القلب. تحركوا وفكروا. سنلقى في أوامر. أنا أعرف واجبي. محج، أتحرك تحت أمرتك. سأحرص على تشييده جيدا. سأشيد هذا البناء. على استعداد للمهمة. لن ترتاح قلوب الأشرار. أمرك، أنا مستعدة. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. أتطلع بالذهاب إلى المناجم. صلاح، أنا أطيع أوامرك الآن يا الطاعة. أنصتوا إلى أطيع وأعود إلى الأمام. لدينا القاص. صلاح، خدمتك شرف لي. نحن نتعرض لإطلاق النار. لدينا أوامر. إلى الأمام. لا تتبعوا في الخلف. صمتا واسمعوا. أنصتوا إلى الأوامر. صدر الأمر. جهدكم أيها. الآن يا رجال انتبهوا. الفرسان مستعدون للأوامر. صلاح رامي، أطيع وأقود إلى الأمام. تغيير تشكيلة الآن. الفرسان أنا. أنصتوا إلى الأوامر. يا أرحب بصحبتنا يا رجال. اسمعوا بحرص يا رجال. لدينا يحاولون أن يقتلوا إلى أيامنا. مسيرة طويلة لنا. الآن يا رجال انتبه. نحن نغادر المكان. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. اسمعوا بحرصٍ يا رجال. نيران العدو تروع حصاني. الفرسان ترحب بصحبتنا يا رجال. أيها القرويون، حان وقت إنهاء الأمور. أحب العمل في الغابة. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. أفهم أوامرك لي. سأحرص على
بشكله جيدا. دمي يطلق الحراس. سنحظى بها خدمتك، شرف لي. أرحب بصحبتنا يا رجال. أنا أطيع أوامرك بالحرب. الطاعة شرف لي. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. نتعرض لقصف العدو. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار نظراً لتشييده. سأحرص على تشييده جيداً. انتظروا أوامرنا يا رجال. لدينا أوامر الآن يا رجال. صدر الأمر كما تشاء. الأوامر إلى الأمام جميعكم الآن. إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. لن ترتاح قلوب الأشرار. سيخضع هذا المبنى للإصلاح. سأشيد هذا البناء. نحن تحت القصف. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأشيد هذا البناء. أرسلني إلى أي مكان. تحت القصف.
مستعد لتلقي التعليمات. على استعداد للمهمة التالية. مبنى لتشييده. لتلقي التعليمات. نحن نتعرض للإطلاق. مبنى لتشييد. ذهبوا، نسير نحو المجد. نتعرض للإطلاق. سنحظى بأوامري. أنا أعرف واجبي. أفعل. لن ترتاح قلوب الأشرار. نتعرض لقصف العدو. نحن نتعرض للإطلاق.
رشيده. على استعداد للما. انتباه، الأوامر قادمة. سأحرص أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. سأشيد هذا الدار. لدينا أوامر قادمة. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. حركوا وفكروا. لا تقربون إلينا. في انتظار أوامر. أرحب بصحبتنا يا رجال. نتعرض لقصف العدو. الآن يا رجال انتبهوا. أنا أطيع أوامرك بالحرب. انصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. أمرك. أنا مستعد لتلقي التعليمات. انصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأشيد هذا البناء. صدر الأمر. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. لن أتوقف حتى ينتهي الجمع. انتبه،
الأشرار. سنحظى بأوامر يا رجال. أنصتوا جميعا، الأوامر. نتعرض لقصف العدو. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. على استعداد للمهمة التالية. انتباه، الأوامر قادمة. أمنا لتشييده. لدينا أوامر قرحة. لن ترتاح قلوب. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. لا يهمنا أحد. لتشييده. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. أمرك، أنا مستعدة ل... انتباه، الأوامر قادمة. سأشيد هذا البناء. نحن الفرسان مستعدون للمعركة. قضيتنا مدوات المدينة. كل شيء جاهز. سأمضي راكبا عبر الحطام. الفرسان طوعون، خدمتك شرف لي. الخيول تنتظر بفارغ. أضاعت واجب. ما حاجتك إلي؟ أعمال المزرعة. لن ترتاح قلوبك. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. المنجا، أنا في الطريق. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال، أنا أطيع أوامرك بالحرب. أمرو، أنا مستعد لتلقي التعليمات. لدينا أوامر، سننفذ أمرك. استعدوا للأوامر يا رجال. مستعدون لتلقي الأوامر. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأحرص على تشييده جيدا. حسنا، لدينا أوامر. الطاعة شرف لي. كما تريد. سنحظى بأوامر يا رجال. كما تريد. أطيعوا وأقودوا إلى الأمام. الآن يا رجال. تغيير. أنا أعرف واجبي. يحتاج إلى ساعة. أنصتوا إلى الأوامر. إلى الأمام. لا تختبئوا في الخلف. you
على استعداد للمهمة التالية. سنحظى بأوامر يا رجال. لن ترتاح قلوب. أنصتوا إلى الأوامر يا انتباه، الأوامر قادمة. ماذا لتشيده؟ ثمة حطب يحتاج إلى الجامع. أرسلني إلى أي معركة تريد. أنا متعطش لخوض القتال. أرسلني إلى أي معركة تريد. لن ترتاح قلوب الأشرار. لدينا أوامر قادمة. الآن يا رجال انتبهوا، لدينا أوامر الأعداء قادمة. أنا أعرف واجبي. سنحظى بأوامر يا رجال. تحركوا وفكروا في الغنيمة. انتظروا أوامر. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأشيد هذا البناء. أيها الجنود لدي، تحركوا، دعونا ندرب. الآن يا رجال صدر الأمر. نيران العدو تروع حصاني. تتعرض لقصف العدو. لحظة. كما تشاء الله.
القادم. ما حاجتك إلي؟ انتباه، أنا أوامر القادم. تتعرض لقصف عدو. انتبهوا الآن، تحركوا يا رجال. أنصتوا إلى الأوامر. ارحبوا بصحبتنا يا رجال. نحن الفرس. إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. الآن يا رجال إلى الأمام. أنصتوا. أنصتوا، حان الوقت لكسب أموالكم. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأشيد هذا البناء كما تريد. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. المجان، أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. سأتبع أوامرك. مستعدون لتلقي الأوامر وتحقيق المجد. لدينا أوامر قادمة. صدر الأمر. أرسلني إلى أي معركة، سنطيع أوامرك. لن ترتاح قلوب الأشرار، سأحرص على تشييده جيدا. سأشيد هذا البناء. أمرك، أنا متأكد. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. حسنا أفعل. ما حاجتك إلي؟ أعمال المزرعة شاقة على الظهر. يسرني ذلك. أحب العمل في الحقول. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. أمرك، أنا مستعد لتلقي. انتباه، الأوامر قادمة. كما تشاء. مبنى لتشييده. لا أفعل. عمل جيد. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على. لن ترتاح قلوب الأشرار. مبنى تشييده. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار. ما حاجتك إلي؟ سأشيد هذا البناء. على استعداد للمهمة التالية. لن ترتاح قلوب الأشرار. سأحرص على تشييده جيدا. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. لن ترتاح قلوب الأشرار. أجيد ما أفعل. على استعداد للمهمة التالية. أمرك، أنا مستعد. أنصتوا جميعا، الأوامر قادمة. سأحرص على تشييده جيدا. سأفعل. ما حاجتك إلي؟ لن ترتاح قلوب الأشرار. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. كما تشاءون. أفهموا أوامرك لي.
على استعداد للمهمة التالية. أمرك أنا. انتبه، الأوامر قادمة. استعدوا للأوامر يا رجال. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. قبلا لتشييده. أنا أسمع، ما هي أوامر؟ من الذي تريد أن ترديه قتيلاً؟ ها قد وصلت أوامرنا، المرداق مستعد، ما هي الأوامر؟ الآلات مستعدة للهجوم، نحن نتبع الأوامر. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال، أنا أطيع أوامرك بالحرب. العدو يطلق النيران، سيء جدا. نحن نتعرض للقصف. همتك شرف لي، أطيع وأقود إلى الأمام. الطاعة شرف لي. أرحب بصحبتنا يا رجال. نحن على استعداد. الآلات مستعدة. آلات الحصار مستعدة. الآن يا رجال، انتبه. همتك شرف لي. صلحت بأوامر، أطيع وأقود إلى الأمام. الفرسان طوقون إلى المجد. أنا أطيع أوامرك بالحرب. اسمعوا بحرص يا رب، مسيرة طويلة لنا. نحن نتعرض للإطلاق. نحن الفرسان مستعدون. أيها الفرسان، تقدموا نحو المجد العظيم. أفعل ذلك. الفرسان، إنهم فوق السروق. مسيرة طويلة لنا. صوتا واسمعوا الأوامر، نحن نغادر المكان. لا أريد كلام، الأوامر قادمة. نتعرض لقصف العدو. سأمضي راكبا عبر الخطوط. سلطان، اسمعوا الأوامر، اتبعوني. أنصتوا إلى الأوامر.
وصلتنا أوامر جديدة. نحن تحت القصف. ما هي الأوامر لأن جميع متأهلون؟ إنهم يسيطرون علينا. قضية أحد
لن ترتاح قلوب الأشرار. انصتوا جميعا، سنتلقى لدينا وجهة نقصدها. هل نتحرك؟ لن ترتاح قلوب الأشرار. انصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. انتبه، الأوامر قادمة، ساتبع أوامرك. حسناً، فليتحرك الجميع. ماذا لتشيده؟ الأعداء؟ كلا. آلات الحصار خاصة سقف القصر. يحتاج إلى سهم. أنت بارع في هذا. انتظار أوامر. أي مهمة؟ أنا متعطش لخوض. أمره. انتبه. مستعدون لتلقي الأوامر وتحقيق المجد. أعطني أمراً، أنا جاهز. رمحي طوع أمر منك. لا أريد كلام. هل لديك شيء الأوامر قادمة؟ اتبعوا الآلات يا رجال. وصلتنا أوامر جديدة. ادعموا آلات الحصار. سيروا. انتظروا الآلات الأوامر. جيد، الأوامر ستفعل أداءً كذلك. لدينا أوامر. تحركوا وفكروا في الغنيمة. الأوامر قادمة. أركبوا كما أمرت. سنحظى بأوامر. إلى الأمام.
لا تختبئوا. ها قد وصلت أوامر. سيحدث ذلك. لا أريد كلام. سيحدث ذلك. أفعل ذلك الآن. ستتم إطاعة أوامرك. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. أرحب بصحبتنا يا رجال. Yeah.